خلينا بس نكون واقعيين شويه، لان انا بحب دايما الصراحه لما نيجي نتكلم، وتحديدا لما نتكلم عن يعني منتخب مصر. في ناس كتيره جدا متخوفه، وفي ناس كتيره جدا عندها قلق، وفي ناس كتيره جدا لا تثق، وفي على الصعيد الثاني بالعكس ناس عندها ثقه كبيره جدا في كيروش، ناس عندها ثقه كبيره جدا في المباراه، وناس مطمنه ومتفائله. كابتن فتحي، مفروض نميل لانهي كفه وليه؟ نمره واحد، يكون عندنا ثقه في الله وفي انفسنا كفريق، والجماهير تكون في انفسنا، ثم نبحث عن التوفيق، ثم التوفيق، ثم التوفيق. يعني هي مباراة توفيق بقى، مش لا، ما هو التوفيق لإيه؟ التوفيق للمدرب اللي هيختار الفرقة، والتوفيق للعيبة اللي المدرب هيختارهم، التوفيق للمدرب في اختيار طريقة وخطة لعب المباراة، نقط القوة والضعف، إزاي أبدأ؟ هل أبدأ أهاجم؟ هل أبدأ أدافع؟ هل أبدأ في اتزان بين الدفاع والهجوم؟ هل طرق اللعب اللي داخل المباراة وخطة اللعب اللي داخل المباراة اللي هتتغير كل شوية هتعتمد على نوعيات معينة من اللعيبة؟ أني اللعيبة اللي هبدأ بيهم، وأني اللعيبة ممكن إن أنا هغير فيهم بعد ما أقسم المباراة إلى أجزاء على حسب أداء اللعيبة وعلى حسب نتيجة المباراة، إن أنا بقسم المباراة، فبضطر أبقى عندي أسلحة بره إن أنا أغير فيها.